شكرا اهلا وسهلا. شكرا. السلام عليكم البطل. تمام والله بحسك هو تاكلي كتير. ان شاء الله احنا بنبدي بيه الوطن. ربنا يخلي الوطن وكلنا في ده. ربنا يحفظكم يا رب ويخليكم. قالوا لي اوصفي شعورك بقدوم رئيسنا لينا. انا قلت الهنا والفرح والسعاده حلي ليالينا. مين يا ناس زينا في اليوم ده؟ ده السيسي قاعد في وسطينا، لا بيشكر ولا بيتضايق وبيسمع شكاوينا، بيجازي المخطئ ويكافئ المجد بينا. يا رب احفظه وبارك لنا فيه، ده هو الامل لينا، ده هو زي الشمعه بتنور ليالينا. وكمل واحنا ورا. ربنا معاك، ربنا يبارك فيك ويحرم من بركاتك. تنزل اجازه النهارده ولا ايه؟ ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله ولا ان شاء الله لا؟ بعت تعليمات سيادتك يا فندم. ما احنا قلنا خلاص. انت حالك قالوا صحر مقترن عليه وكل عدوينك يا رب تشوف لهم حاجه وحشه وانت يفادك في كل خطوه تمشيها. الله يفادك في كل خطوه تمشيها، يجعل لك فيها الف سلام ويبارك لك. تشوفش مرض في جسمك. سيبها تقول اللي هي عايزاه. الله يفاديك في كل خطوه تمشيها ويجعل لحبايبك كلهم الف سلام. الله يسلمك. واولادك يبارك لك فيهم. ويبارك لك فيهم في كل خطوه يمشوها الف ومئة سلام. الله يبارك فيك. ويجعله شهر مفترج عليك وعلى حبايبك. امين يا رب. ورمضان كريم عليك يا رب. امين يا رب. علينا كلنا وعلى مصر كلها. امين يا رب. وعليك وعلى مصر كلها. وما تشوفوش حاجه وحشه. الله يخليك. ويهلك عدوينك كلهم. اللهم امين يا رب. ويخليك لمصر. رفعت راسنا لفوق وضغط على المحسوبيه. يعني انا عن نفسي ما كنتش اعرف ادخلني في الشرطه لولا ان معاليك ضغط على المحسوبيه. شكرا يا معالي الرئيس. شكرا يا معالي الرئيس. شرف كبير لينا يا فندم. شرف كبير لينا. اهلا وسهلا. السراج والسعاده الجدعان. والله العظيم والله بنحبكم. تعيشوا للبلد دي بشكل جد وتحبوها. يا رب يعيننا. والله السلام عليكم. السلام عليكم. بدا مصر يا معالي الرئيس.